بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم تبديل العملة بالعملة الأخرى؟ مثلا يرسل من يقيم في السعودية ريال السعودي إلى اليمن يجي من يسافر لأهلي ويعطيه ريال السعودي هنا ليعطى في اليمن ريال اليمني، وهل هذا بيع مشترك فيه التقابل في المجلس أم لا؟ وهل هو من الربا؟ أفيدونا أثابكم الله. نعم، هذه المسألة تقع كثيرا من الناس الذين قدموا للسعودية، سواء كانوا في أعمال أو كانوا حجاجا أو عمارا، يكون بأيديهم دراهم من العملة التي في بلادهم، أو يحصلون دراهم من العملة السعودية، فكيف تبديلها؟ تبديلها أن له طريقات، إما أن تبدلها في نفس المكان فتعطيهم مثلا دراهم سعودية وتأخذ دراهم أخرى، ثم تقول خذ الدراهم الأخرى حولها لي، وهذا هذا ولا لا؟ ولنفرض أنه كما قال السائل دراهم يمنية بدراهم سعودية، هذا الرجل يعمل من أهل اليمن ويعمل في المملكة، حصل دراهم سعودية ويريد أن يحولها إلى دراهم يمنية، نقول لك في ذلك طريقتان. الطريقة الأولى أن تشتري دراهم يمنية من هنا السعودية، ثم تعطيها البنك يحولها إلى اليمن، وهذه عملية يسيرة، لكن قد لا تتسنى، لأنه قد لا يوجد دراهم يمنية تكفي لحاجة هذا الرجل. والطريق الثاني أن يقول للبنك هذه دراهم سعودية حولها لي إلى اليمن، فإذا وصل إلى اليمن اتفق مع البنك على سعرها في اليمن، يعني يكون البيع والشراء هناك في اليمن، وتكون بسعرها في اليمن، لقول لحديث عبد الله بن عمر والخطاب رضي الله عنهما أنهم كانوا يبيعون الإبل بالدراهم ويأخذون عنها الدنانير، ويبيعونها بالدنانير ويأخذون عنها الدراهم، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. ما هما طريقتان؟ نعم، الطريقة الأولى أن الشخص نفسه هو يأخذ الدراهم هنا ويحولها ثم يرسلها، يأخذ الدراهم من اليمنية يشتريها هنا ويحولها هنا يمنية ويحولها نعم ثم يرسلها. تمام. الثاني أن يرسلها سعودية وهناك تحول في اليمن. نعم، بسعرها هناك. تمام. لكن الآن المتبع يا شيخ، نعم، في مثلا معطين العملة نفسها قيمة معينة في داتا في جميع الدول، فهذا يقول لبنك خذ حول لي هذه، فهو متفق على هذا العود مثلا على هذه سعرها هكذا، هذا لا يجوز. يعني لو أنه اتفق معه على البيع هنا مثلا ويكون القبض في اليمن، هذا حرام لا يجوز، لأن بيع النقود بعضها ببعض يشترط فيه التقابض في المجلس يدا بيد، وأنا إذا بعت عليه الدراهم السعودية هنا في السعودية ولم أخذ عوضها إلا في اليمن لم يحصل التقابض في مجلس الأرض. هو أرسل لغيره، أرسل باسم واحد. نعم.